رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وليحنك بحجنا سيرة النبي كتاب روضة الأنوار وحين يغسل دم بيس المسلمين تأصاب حين ونصاب حين أيهتي يسفر لي بقريش قريش أيضا صاب حين أيضا سيئي أدد داد سلام حيدا هيدا أبا سفيان إلا بدي بي أستوضا مري كدبنا من يعاد لعان يبال الله عن إلا بدي عيدا كل مين رسول كان يقول سيدنا بيسي ابتهال سميلي دعاء سميلي ناشيلي هذا الكنسان كان مدعها الله حداد ما انت عصابات عصابات عن هلاكتو لذي دعا بدنا يكونك سفي عن بيء وحل ديراضي دعمه كر التالي إلا رديسي دردها أسرنا نبي دعو بحي أبو بكر باب السوء إليه حسبك يا رسول الله انت ساق غفل الرسول كي الهي وادكو الحاحب وادكو الالسي ربك مش ركي انت سي استفتح ذا ابي جهل قبل بيوح يري الهي انا يا محمد كان قرابة قوية وحان لا اقوم من ليمد هلا بريتو لما بينك حقا قال له جعل يهي غالما اللي يهي اللهم انت اقرقار المباركة والقتال مبارزة يا دقالك ايام قلنا مبارزة وحلو نجيبا انتو صن دقالك يوم بلادم قل استحققي اني دك صوبحا قد صبان انقف قفلو بصوبحو كدب ملسور استاقو سيفها لصوية ببحصدو هل هل ممركا لسكو قابلو ثم انت كدب تقدم وحاصب حي ثلاثة سدح من خيرة فرسان المشركين مشركين تدسي الكوبك وأبو خير كالطبن خير معناها خيرة وحل وما هذا بخير له عيجا لكن حق جيسي من مذي دمرك الله في الله سكوه بو أي صوب قاضي ثم انت كدت تقدم وحا اصاب حي اصاهر مري ثلاثة سدحنين او من خيرة فرسان المسلمين اي مشركين دي مشركين كفرسان تود يجي سيالكو بكو بأو بحلقة وعطبطو ايو شيدا ابن الربيعة والذي الربيعة اوطلي وعطبة ابن الربيعة الشيدة ابن الربيع والوليد ابن عتبة صدح ذنين يا كسو بحي انك مشركين تا وبارزوا وحي لبارزين المسلمين مسلمين تا ومعناها وحي اتصدين المسلمين تا اي اسو بنبحان ما صوب بحي بيرهذين فخرج اسلام ركي وحا اسو بحي ثلاثة صدحنين او من شراب الانصار انصار اللي يردي ذاك مدعى سدح نمبا اسلام مركي سوبودي فقال المشركون مشركين تي وحي يرهدين ياتيين وحان هيرير انصار اذنك اذن مرضنا نريد وحان دولينا بني عمنا الم اذيرذن بان ربنا ذاتك نغا صوب او مكا كصوب حي او اذنك اذن يمد رقاسا امغو اباهن هاي فخرج وحا اصوب حي عبيدة بن الحارث وحمزة يو علي علي بن ابي طالب حمزة بن عبد المطلب عبيدة بن الحارث عبيدة بن الحارث يا حمزة يا علي با اسلام مركي اصوب حي حمزة وحو قابل الشيب
cali wuxuu qaabilay weliid saa darteed cubaydana iyo cutba way isqaabileen ayaga saasaa laysku hor yimid faqadta laguu dilay xamse ninkii uu qaabilay ushayba markaa ahaa washaybat ibnu rabiici waxba kuma qaadanin garas biyana uma ka banin isla markii dhulkuu dhigay waqatala wuxuu dilay calina alweliid weliid ayuu markaa dilay baa la yidhi waa weliid ibnu cutba yaa soo haray waxaa soo haray cubaydat ibni xaari waxaa soo haray cubaydat ibni xaari iyo cutba cutba ibnu rabiic oo ka socda mushrikiinta iyo dhanka muslimiinta cubayda uu ka socdo yaa soo haray labadoodii mar allaalla markay isheleen oo ay isqaabileen wakhtalafat waxaa iskhilaaftay oo dhex martay darbataan laba darbo laba darbadood iyo garaacid baa dhex martay ay isweydaarsadeen bayna cubayd iyo wa cutba waafqana wuu jilciyey kullu waxidin mid kasta oo minhuma labadooda ka mid ah alaakhara ka kale way isjilciyeen oo mid kastaa ka kale aad baa loo dagaalamay oo aad iyo aad baa dagaalkoodii u dheeraaday mid kastaa ka kale wuu tabar dhigay uma intaa kadib kara wuu ku soo rogaal celiyey cali iyo waxamse labadoodana waxay ku soo rogaal celiyeen calaa cutba way isugu tageen faqatalaahu wayna markaa dileen ninkii cutba ahaa waxtamalaa way soo xambaarsadeen cubayda waqad qutacat isagoo la gooyey rijlahu lugtiisa famaata wuuna dhintay bacda arbacata aw khamsat ayaam shan ama afar maalmood kadib bisafaraa meel la yidhaahdo ayuu ku dhintay raajican isagoo u soo noqonayay ila lmadiina madiino markay madiina u soo noqdeen saddex maalmood ama afar maalmood kadib safaraa ayuu markaa ku dhintay saddexdaa mushrikiinta ka socotee cutba iyo shayba iyo mutaqaanaa weliid ah markay hor istaageen xamse iyo cali iyo cubayda waata ilaahay yidhi haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim labadani waa laba doodaysa waxay ku doodayaan ilaahay diinkiisii waxdaaniyadiisa cali iyo xamse iyo ninka lagu magacaabo ee saddexaad ee ayaga ka socday ee ah cubayda waxay u doodayaan diinta alle inay kor noqoto cutba iyo shayba oo ilmo rabiica iyo weliid ibnu cutbana waxay ka doodayaan diinta alle oo waxay rabaan nuurka alle inay damiyaan haadaani khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim faladiina kafaruu qutacat lahum thiyaabun min naar yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim yusharu bihi maa fii butuunihim waljuluud walahum maqaamicun min xadiid kulama araaduu an yakhrujuu minha min ghammin uciiduu fiiha rasuulku saasuu u tilmaamayo wuxuu yidhi saan bay ku soo baxayaan anaana markaati markaa u ah wiilkii wuu dhintay oo saddexaad ee muslimiinta ka socday oo safraa mee la yidhaahdo markii madiina loo soo noqday wastaa'a way xumaysteen almushrikuuna mushrikiintii binatiijati lmubaarazati mubaarazada guushii iyo natiijadii ka soo baxday natiijadu say ku dhammaatay ma aysan farxad gelinin laakiin way xumaan gelisay waayo saddexdii nin ee bootaynaayee soo baxee noo soo baxda lahaa iyo bakhtigoodii meesha la dhigdhigay marka mushrikiinta arrin xun iyo natiijo xun bay u noqotay wastashaatuu way hureen ghadaban xanaq bay markaa la hureen xanaaq bay la shidmeen fahajamuu way soo weerar qaadeen marka fahajamuu waxay soo weerareen calaa sufuufi lmuslimiin muslimiinta safafyaalkooda bicunfin si xoog ah washadduu way ku soo ordeen calayhim korkooda shaddata rajulin waaxidin hal nin orodkiisoo kale raggoodii saddexda ahaa oo meesha ku dhidhinto markaa la dilay maxay reebanayaan waa ma jirto saa darteed baa wal marbay weerar soo qaadeen marka fahayamu
ويصور قادم اوحي صور رين على صفوف المسلمين مسلمين تسفف يالكودة بعنف بعنف سحب وشدوا ويكسو الرجال اليوم ويكسو أردن عليهم مسلمين تكركوذا شدة رجل واحد هل من رجال عليسكي سوكالي هل مربسو بوذين والمسلمون مسلمين تونا ثابتون أيهم كوي كسوغا في أماكنهم ميدهوذا إلى أمر بلسيي نبيغا أمر سيني أولي حدي إذن كسو بيانان ليدك قد دغالنا يفلارها حانا إسكتنا مينينة دقاليستا حدي إذن صوت دبولان أو أي إذن صوت إحقالان سيفها مركاقلك كالبحا أمر كيغا نسوغا والمسلمون ثابتون على في أماكنهم ميلوه ذي كسوغ مايين يدافعون أيضو الدفاع يكرية عن أنفسهم نففي الكوذة ويقولون أين أرميان أحد هذا الكلام جير إلهي وحداني ليس سبحانه وتعالى قل هو الله أحد إلهي وامد أحد أكله سبحانه وتعالى دقال ملقل مؤرد وحكى لما صمين نفتود بالدفاع عين نفتود أيضو مركة دفاع يؤرده يا أحد أحد وعفا ووهردي رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءة هردو معناها هل مرء للماء أي الرسول كطبطي ثم كذب رفع رأسه مدحيس أيكر أسوقاضي وقال وعيري أبشر أبا بكر أبي بكر بشاريس أتاك وحاكوي من مصر الله إله مصر إيسا قوشي الله تمت بشاريس هذا كاس جبريل وملك الجبريل أخذ الوحوها يا بعنان فرسه فرس كيس هجان كيس يقوده حلو هجامنا هل مرمر كي قما يساء قضت النبي ومدح هوسو بغي كربو هدنا أسو قاضي مدحيس ثم رفع رأسه وقال أبشر أبا بكر أبا بكر بشاريس أتاك وحاكوي من نصر الله إله نصر كيس قوشي الله تمد هذا جبريل كجبريل واي آخذ وحوهايا بعنان فرسه فرس كيسو لجانك كهيا يقوده أسده قامنايا على ثنايا على ثنايا على ثناياه أن نقع على ثناياه أن نقع أي على أطرافه جركي سنة أن نقعد هذا الغبار معنى حضور على ثناياه جبريل أطراف تيسا جيسيه سيدنا عيال كيسنا أن نقع أيهين الغبار بور الصوبس يقصك عناية أي يمت وكان الله إلهي نوح أهذا قد أمد مت كتا داري ولسو داري المسلمين المسلمين يومئذ مالنتا بألف كن أو من الملائكة ملائكة كمدأ مردفين حال يكويك فنقل سن أيضا فنقل أو إسرع راح سن أي إلهيكو كلمي سبحانه وتعالى ما إذن كافسا أنو إلهي إذن كزياديو كل ملائكة كمدأ بقمسة آلاف بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مردفين أيوة فنقل أحمى سنوزلين أهو سود دقايا يمرك إن كينا يا إلى سبحانه وتعالى ثم انت كدب مركو رسولك انت أركي تقدم رسول الله رسولك الله وصهر مري وصوب حي تقدم وصهر مري رسولك إلهي وقد أمد المسلمون مسلمين وكان الله إلهي وحو أها سبحانه وتعالى قد أمد مد أسو قرمذي المسلمين المسلمين يومئذ ما لنتا كل أسو قرمذي وكزياد وكتا غيري بألف من الملائكة كن ملائكة
qaybta ka mid ah oo murdifiin ah oo markaa isfangalsan thumma taqaddama kadib uu soo hormaray rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yahibu isagoo boodaya fi duruuci cambuurpureedkiisa rasuulka isagoo isla markii soo degdegayo hinqanayo ku sugan cambuurbureedkiisa wayatluu aqrinaya qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii ahaa sayuhzamu ljamcu jamcu wuu jabi doonaa wayuwalluuna dubur wayna kala xarari doonaan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur waa qaswatu bedr ciidanka way jabi doonaa wayna carari doonaan oo way dib jeedin doonaan wa akhada wuxuu markaa soo qaaday nebiga xafnatan cantoobo oo min xasbaa'i qurruxa dhulka intuu saas aaday ayuu cantoobo ciid ahoo qurruxa soo qaaday wa ramimaa wuxuu ku firdhiyey bihaa xasabadii wujuuha almushrikiin mushrikiinta wajiyaalkooda wahuwa yaquul asagoo odhanaya haashadil wujuuh wejiyaalku ha gutaano wejiyaalku ha hoogaano wejiyaalku ha khasaaraano wejiyaalkiina gubaye famaa min mushrikin mushrik ma jirin ilaa wa asaaba hadduu jirayna waxaa gaaray caynayhi indhihiisa caynayhi iyo wa min kharihi sanduleelkiisa wa sanqaroorkee min dalika alxafnaa min dalika alxafnata cantoobada ciidda ah ayaa gaartay sanka iyo indhaha ayay ka asiibtay waa qof kasta oo meesha joogay ama nebiga ha u dhawaado ama ha ka fogaado mar allaalla markuu saa u qabtuu ku firdhiyo uu yiri haashat lwujuuh nin mushrikiinta ka mid ah ma jirin ilaa hadduu jiro wa asaaba caynayhi indhihiisa waxaa asiibay oo gaaray iyo waman kharayhi sanqariiradiisa waa sandulkee min tilka alxafnata xafnada cayala ah cantoobada nebiga uu firdhiyey ayaa gaartay wa min dalika meeshaana ama wa can dalika meesha xaggeeda waa meesha yaquulu llahu tacaala ilaaha sarreeya uu ka yiri wamaa ramayta ma aadan ganin id ramayta markii aad gantay walaakin allaha ramaa laakiin allah tuuray subxaana wa tacaala wamaa ramayta id ramayta walaakin allaha ramaa ilaahay ayaa ramiyey oo firdhiyey oo tuuray macnaha waxaa loola jeedaa adigu waad tuurtay oo ramigii waad samaysay waayo inuu nebigu wax ramiyey bay tilmaamaysaa id ramayta ramayta iyo tan hore sababta tuuritaanka nebigaa tuuray laakiin yaa gaarsiiyey walaakin allaha rama ilaahay baa gaarsiiyey subxaana wa tacaala adiga waad tuurtay laakiin allaa gaarsiiyey wamaa ramayta ma aadan tuurin oo ma fardhin id ramayta markii aad ramaysay oo aad tuurtay walaakina allaha ramaa laakiin allaa ganay oo gaarsiiyey subxaana wa tacaala thumma intaa kadib amara rasuulullaahi intaa way taagan yihiin wax isdhaqaajiya male qof kasta naftiisu difaacaya amarka nebigaa la sugayaa ayagoo lagu soo socday taagan yihiin thumma intaa kadib amara rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu amray almuslimiina muslimiinta bilhujuumi hujuum inay ku qaadaan war ay ku qaadaan cala almushrikiina mushrikiinta dushooda wa qaala wuxuu yidhi nebiga shudduu carada ku orda macnaha wa xaradahum wuxuu ku guwaabiyey cala alqitaali dagaalka fashadda almuslimuuna muslimiintii waa orday oo ku orday wahum ayagoo calaa nashaatihim firfircooni qaba waay waxay sameeyeen male waa la firfircoon yahay kuwa way daaleen cabaar bay weerar qaadeen waxbay ganganeen laakiin markaas ayagoo mashaadkoodii qaba waa tab dagaal oo nebiga uu baray sala allahu calayhi wasalam kuwa markay tabar dhigeen hadday muslimiintu bilow yihiinba humuum bay u qabaan fashadda almuslimuuna muslimiintii way ku carareen gaaladii wahum ayagoo calaa nashaatihim nashaadkooda qaba waqad zaadahum waxaa u kordhiyey taxamusan xamaasad weliba waxaa muslimiintii moralkoodii kor u sii qaaday wujuudu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam joogitaanka iyo ku dhex sugnaanta nebiga uu ku dhex sugan yahay fii maa bayna adhurihim dhexdooda nebigoodii waa ku dhex jira
ودغالكي لقاضايا او ايقو ايش استاقايا او مرضى من اكتسا مرايا تانا وحي ازيادي سي حمصت ديرناشا معناها فيما بين اظهرهم يقاتلوا دغالمايا قدامهم هرتدوا كدغالمايا فاخذوا وحي برقلين يقلبون الصفوف صفيالك اني قدقديان اني صفيالك تقليديان او اي قدقديان بي برقلين ويقطعون اي قويان الاعناق قوره قوره هذا اي قويان ونصرهم الملائكة ونصرهم وحي قرقاتي او مركا مسلمين تمالنتا قعنسي سي الملائكة ملائكتي فكانوا نفتدوا الملائكة حي اهايين يضربونك وقراعة فوق اعناق المشركين مشركين تقرهود كركودة ويضربون وقراعة مثل حقود كدفتا كل بنان حبن والباء حبن والباء اي مركا كدفنايين إذ يوحي رب أو إذ يوحي رب أو إذ يوحي ربك إلى الملائكة حس وقت إلى ملائكة وحيودي أني معكم فثبت الذين آمنوا واركوا مؤمنين تمئوا ذا الصقنارة أو أكجوبة أو قربسية وحلمية قانا سلا دغالمو من بني آدم كاللوضة بفتمية قانا فضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إلهي سبحانه وتعالى كل بنان يحبين كستو إذن كهر تمالا لاع أو كدفت معناها وعاد كدفتا فضربوا فوق الأعناق أعناق ذا كركوذة لقمها كركوذة ونصرهم الملائكة ملائكتين والإقر جارين فكانوا ملائكة وحي أهايين يضربون كوضفت قراعة فوق أعناق المشركين مشركين تقوروه ذا الدشوذة ويضربون وحي بفنايين منهم مشركين تحقوذة كل بنان حبن كستا فكان وحو أها يندر مطبعة رأس رجل من مدحيسة لا يدري أوسن أذين منظر وقفك كبفتي ملح بعايا أجيدا معناها ملح بعايا وتنظر يد الرجل من باقي أنت سبؤس هذيس لا يدري أوسن أذين منقضع قفكي قولي خفكي قولي ما يقانه حتى مسلمين تقول كميل اي رهدين مركان ارسنانين او عند معنى انا سيفت كبفانو تين او انولي جارين ين اركي نقرسي سبوك تعالى تين مركي اركي ملح وفقهيا ان لئين قفكي فجيو كبفتي قعن باقلك بعيسي ان لئين كي مركا كبفتي لا يدري من قطعها حتى نزلت إلا إيكسو دكتي الهزيمة جبكي بالمشركين مشركينتي إلا مشركينتي مكة كسو بوشي أي متقانا جبكي كهبسدي فلا ذو وحي مغنجلين بالفرار عر أرط انتي لدلي ورد لدلي ميكو لميشي يالي انت كلا عليه وحكا ديان واخذ المسلمون مسلمين توحي قدقلين يطاردونهم الى عيلسان هيان او فيقتلون فريقا كوحنا اي لين هيان ويأسرون فريقا كوحنا اي تحابن هيان ساسا مركي دنبا مسلمين تو اي سميينو ارنتا سي مركي قدقلين قيبنا ويدل هيان قيبنا مركي ويتحابن هيانو ويمركي قفال هيان مر الله مركي ايسا بعضي او اي مسلمين في ارسلين كوانا اي عرريان كوانا اي مركا ارديان مسلمين تي وي ارسلين واخذ المسلمون مسلمين توحي بذقلين يطاردونهم الي برصنايان او فيقتلون اي دلهيان فريقا كوح ويأسرون فريقا كوحنا اي تحاضيان أو أي قفاليا وكان إبليس وحو أها قد حضر متكسو قيد قلي إيدغالك سو حاضري في سورة الصراط بن مالك بن جؤش أصغو وطع قاب كي منك اللغم هذا الصراط بن مالك بن جؤش أما جؤش أصغو وطع أي كسو قيد قلي محو إيمت تأييدا حوجي إيه إنو قعنسي حوجيه للمشركين مشركين تأييدا
وتحريضا إيه إنو كجوابيه له مشركين تا على قتال المسلمين مسلمين تا لدقال كود مسلمين تا لدقال الدودان إنو مركا كجوابيه لهم أيضا على قتال المسلمين فلما مركي رأى أركي إبليس الملائكة ملائكتي إيه وما يفعلون وحي سمينيان نكس أولابطي نكس أولابطي على عقليه عرضه سوء أولابطي وفروا عرري إلى البحر الأحمر بضع سحقه آذي وألقى نفسه فيه نفتي سوء كتوري مركة ولما أبي جلبه قعن تساؤده استيبه ليري مركة سوءده هي ورقلة دقال وحكي إن كأت كان يوم جيري أن قنين كل قريه ذاك صوب حيطبرا ورئاء الناس بإله تلمان سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وحمانت إذن كأت كان يضطك كميدا مجره وإني جار لكم أن جار بان إذن الله بغيري أنا إذن لسعد قلب دقالك وإني جار لكم فلما ترى الفئتان لبدي قول مركي ينقص أركي نكس على عقبيه إربه سوء اللاطي أبي جهل أنتو قعمت كتب سيدو عريبا ليري أبي جهل أوضها يأين سراق آوي والسراق آوي بلن تتقاضي سراق نوركي سجرة آوي يحب نوب بلن قاضي إني أرى ما لا ترون بويري روح هذا أجيذين بان أجيذا إني أخاف الله أني لا ينك عبسانا يا والله شديد العقاب والدينتس هدو إلهي كعبسن لها أمرك إلهي وفرين لها سبحانه وتعالى وسيد إلهي يريك مثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كل يا بنتي سيدا درت بوك على ريبا ليل انتو كبف صدي مركو اركي ملائكة ايو ما يفعلون وحي سمينا يان نكس وحو اللاطي على عقبيه ارده سا وفروا عرري الى البحر الاحمر بعد عص اي الالي والقى نفسه فيه نفتي سوكو بحريدي مقتل ابي جهل دلكي ابي جهل وكان ابو جهل ابو جهل يوحو اها في عصابة كوح إصابة بحذي لأي كد حجر جعلت يشي سيوفها سيف في الكيد يورمحها مرء ورمه حوله قارن كيسا مثل السياج سبي درب أوكل أغادكتي أدي أغوكوك سمين كوهدد كيسا كميدي إصابة بو كد حجري سيفها يورمان كيدا قارن كيسا وحي كيالين مثل السياج سبي اسم أن درب أوكل وكان في صفوف المسلمين مسلمين تصففيان كودا وحاقصهما حول عبد الرحمن ابن عوف لبقار كيسا شاراني لوي أبلي رأى ومن الأنصار غير أنصارات أهلا يأمن أسن آمن مقن عبد الرحمن مكانهما مكان كودا مكان كودا ما أسن كآمن أهين وحوس دهاي وحن عيالك يرير كأ إلا ولد نحكا تاجن أما من كودا لغاسو قلعا ما بدر سند عبد الرحمن لبويل أجائب بدل إليه والله لا يرى ودل يرى ذي رر مدينة كمدأ لم يأمن عبد الرحمن آمن كما أهين مكانهما بوسكود وعبسبه كقري إلى وقت قال أويري له عبد الرحمن أحدهما مدكود سرا سقر سوري أسوك قرصنايا من ساحبي ساحبكي كياريسكي جيس كان جوغا يا سيسرة لكت أغشى يا عبد الرحمن أقول يا عمي أبير أريني إتوسي أبا جهل ماذا يقام أبا جهل إتوسي للإن أبو جهل مكو كنين يهي ويشا نويل ود مكمع سنتين أو مضى أركين بأبي جهل ورر مجين سادر تدبوك كالكن كقرصنا كنكن كقرصنا يا عمي أبيرو أرني أبا جهل فقال وحير عبد الرحمن وما تسمع بهم حق فليسا قال وحير كيرا أخبرت وحلقي شيغي أنه أصبه يصب إلى عنجري رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي معبودك نفسي نفس جيدة بيده كأنتي سأي كجر تنقط بارتي يريد سيطارنا كثيري سيئي وحر يا سبحانه وتعالى ضد ووين وأما جنة جميلة ما أنت أنا أنا كبارتا أما جيريس حرضا يحولها في البغليسة حرضا يحولها في أبعاد
وحنا عاصك لا مرك أنا جايريسك فطرة كجرتا فوالذي معبود كيف كنت أرتيه يلي نفسي نفسي بيده قعنتي سأي كجرتا لأن رأيته هديئا أركو الرجال مانتا لا يفارق فاروق ما يسواد شخص من نديه سواده شخص من نديسه مذيوي مذيوي سفاروق ما يو وأصغي أدب أرجيلا حتى يموت إلا أبنته الأعجل منا غضب من متك أودك دك دلنكيلي أنت هر استعبو أن لب دعالمو لبب من مت إن بعد منا يا كي جري دك دك أهل قريب ويري وقال الآخر كي كان وحيري مثل ذلك سيدي أوكال أدير تنجح الإتوسي محافظ عليه ساسي المقل جري هدي ما أنت أن أركو إلهي بان قد بارتي مديدي مديدي سفارق مايو إلا كي جيري لغر قرر أوبنتي فالأوبنتو فلما مركي تصدعت أي كلا فرفرمين وأي كلا قوئين الصفوف سفقيالكي إلا وحبا لن بأكو ريكسنا مركي هوري رآو أركي هو أبي جهل عبد الرحمن با أركيو أبي جهل يتجول كو ريهي سأجولين هيا بنعان آذايا بنعان أردهيا أيو أركي فأراهما وتسي مركا لذي ويل أيو فرط أغفيقي فابتدراه وحي كل الدقدقين بالسيف سجد كل الدقدقين حتى قتلاه إلا إيدلين إلا أي مركا ديلين ضرب وقفتي أحدهما متكود ساقه شنشر ولا قفتي ساقه والبارت مشى فطاحت ويدو شيء رجله لكتيسة كما تطير النوى سلا الافتمراد أي أدو شعوك لي حين تدق مركا بربورين أي الافتمراد مركا جيبين أي مانكت تتسوقبت الافتمراد ما يحملك بك إيسار ما يحكى لسوقع بك بفو كل إبوالي سامعناه لكتيسة ويفانينتي سلا الافتمراد أي أفانينتو حين تدق مركا جيبين أي وأثقله الأخرى كي كلام وجلعيي أوو توردقي حتى تركه إلا أوكتقي وبه أبي جهل أوعي كجفتو رمق النفي ريسة نفتي سنتي بحربت النفي كجفته يمركا كتقي ويمتك سحسليه النبي قد أخصي أوتقي والشيكنا أبي قد شيء ما يصنب من السرن حتى ثم انصرفا ويقدوا من لبدين لبدين ولدي ولده إلى رسول الله رسولك حقي سي آذين وقال وحوير كل مدك استأو منهما لبدو ذاك مدأ كل مدك استأو منهما لبدو ذا مركع كمدأ وحوير أنا الذي قتله أنا كي مركع ديلي ديلي بوير معناها مدك استأو لبدو ذاك مدأ ويبحب معناها وقال وحوير كل منهما لبدو ذا مدك استأو كمدأ أنا أني الذي كي قتله ديلي قتلته عنيجا مركا ديليه يري فمضره ايجي الى السيفين رسولك يري لدي شيء نبدينها سيفها ديجا ما كترترتين مايا اتصير ويتصير فمضره ايجي الى السيفين لبدي سيفات وقال وحو يري كلاكما لبدي نبا قتله ديلي معنى متك سؤالين كبير كمير ديلي وهما لبدي ويل وحيك الاهايين معاد ومعود والمعاد لبها يمعود ابن عفراء عفراء لبدي يدوي بأهايين يدوي وعفراء أي مركع بشي أي مركع أهايين وقد استشهدوا شهيدي أولدي لي معود في نفس الغزوة إذن الدولان كسل لقد لي وبقي المعاد سباقي وكل نقضي أوجودي إلى زمن عثمان إلا زمن عثمان بالمولى معاذ ماشو اللي قد لي مركو أبو جهل دي لي كدد والد لي وماشو كو شهيدي أما ويل كي كلا معاذ أها أساك عانتا لقد قوي سيدة تاريخ الخارعة المنطق كعانتا يكد ويانو سو بغال كو أبو جيري نعم أقواني ويوحى لطلمان ويل أبي جهل أوب علي يا كبفتي وقعانتا يساقو قواني انتا وحي كدن بيوانا لا إلا زمنك عثمان وأعطاه الرسول الله رسولك ألموسي معاد
صلب أبي جهل أبي جهل هبكيسة إذا قفك استقفك أوديله هبكيسة أصغى للسياء. وبعد انتهاء المعركة تذلكم مركو طماضي كذب خرج الناس ذاتكي ويصبحين في طلبه رابين تيسة يرابين أين أبو جهل إذا وننكي وينا وقالك أقوينا وننكي أقبضنا رسولك صلى الله عليه وسلم سادرت إذا مركي معركة أيضا ماطي أما النبي قال يربح صوفيري حال كيسة فوجده وحاهلي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أي أبو جهل هلي سيدة ذاتك اللي قد إحرار رابين يميك وبه أصغو أبي جهل رمق أي كجهته مفير فوضع وحصاري رجله لبتيسة على عنق لقرطو كساري هل كاسو أبا إستاغي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود منك أبي جهل أها وأخذ وحو قطي لحيته بالكيسة ليحتز سوء أقوي رأسه مدحيسة وقال وحو يري انتو سنكو سمين هل أخزأك الله إله سوك مهوجين يا عدو الله عدو بإلهي ميقى إلهي آسينيسي ميقى الله الله كعال الراح ميقى النبي قد اتسل الله عليه وسلم ميقى قرت أبا إستاغتي أصوت كان آية سادرت إله سوك مهوجين مانتا عدو إلهي قال وحيري وبماذا أخزاني وبيسي وبماذا أخزاني وهوجي إلهي وبماذا أخزاني سوء وجهي هل فوق رجل ومن بان كسر يا قتلتموه أدشين قد كان أدشين متك من أهيب ويرانيك وهل فوق رجل من أهي أم أدشيسا قتلتموه أدمرك أدشين ويحو يري إسلع السقوية أبي جهل فلو غير أكار قتلاني هدو إدي لها ويري قف عن بيرلي أهين قف عن أكار أهين أكار معنا ضدك بيرلي ذا ضدك بيرلي ذا قف عن إن هدو إدي لها تعصر إيه في عدال الله ما أنت وحا إدي لنين بيرلي أه ورر منينو إن بيرلي قطعن فلو غير أكار بيرلي من أن أهين هدو قتل بإدي لها خاصة الإيمان تيبو يري ثم كذب قال وحو يري أبي جهل بهايا أخبرني إيشك ابن مسعود عبد الله بن مسعود لمن الدائرة اليوم ما أنتي قوش رعضي لمن الدائرة دائرة يا إسكالة توكل يا إسكالة ما أنت اليوم ما أنت قال ابن مسعود وحو يري لله ولرسوله إله رسول كيسا إسكالة الله يرسول كيسا اسكال مانتا قوشا قال ابو جهل وعيري لقد ارتقيت وحد قرطيت سارنت هاي مانتا مرتقا صعبا مرتقا ما لكرو صعبا اوصر ريسات فوشاب ويري هباد مانتا فالمدع ايه استاذنت اي او ابو جهل كي وينا انوعا كبقليل كي قريشة انوعا هذا من مرح يذكر ثم أنت لقد ارتقيت وحد في شيء مرتقا من لكرة صعبا أقصر ريسا يا روي الغنم قوزاري هو بوير إلى أهب راعي ابن مسعود الراع عنه قوزار كانوا معنا أبو جهل بجح جحاي وآية وحس من يؤجهي قعنت وكجر مركة أجهي سادرت وإسكسي إلى يولي قف أو عبك لقد ارتقيت بروحة كرتي مرتقا مالا كرة صعبا أصر ريسا مال سرعا يا هوي الغنم أرواعيه خوزار كيو وقضى عبد الرحمن بن مسعود نواب رأسه من عيسى ثم جاء به وكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول كن وحوله الله أكبر إلهي أوي الله أكبر الله أكبر إلهي باوين الحمد لله إلهي بام هذا السكالي الذي صدق أرمي وعده بلنقات كيسي رمي ونصر أدرقاري عبده أدون كيسي نبي محمد أها وهزم الأحزاب جميع كين جبيي وحده كليجي وقال الرسول كوحو هذا فرعون هذه الأمة كانوا يجدين ومتى فرعون كوحو ومت كست فرعون بين لا ذا فرعون كأم الدولة وأبو جهل يوم الفرقان وبالله التوفيق والله
سبحانه وتعالى أعلم.